دانيال واحد. في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا، راح نبوخذ نصر ملك بابل لأورشليم محاصرها، وسلم الرب في ايده يهوياقيم ملك يهوذا مع شوية من اواني بيت الله، فجي بيها الارض شنار لبيت الهه، ودخل الاواني لخزن بيت الهه، وامر الملك اشفنز رئيس المخزين بتوعه بانه يجيب من ولاد اسرائيل ومن خلفة الملك ومن النبلة صبيان مفهوم شعيب منظرهم كويس، شطار كل حكمة، يعرفوا معرفة وعندهم فهم في العلم، وعندهم قوة انهم يقفوا في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين واللغة بتاعتهم، وحدد لهم الملك نصيب كل يوم بيومه من اكل الملك الكويس ومن خمرة المشروب بتاعه عشان يربوهم 3 سنين وفي اخرها يقفوا قدام الملك. وكان بينهم من ولاد يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، فخلالهم رئيس المخزيين اسماء، فسمى دانيال بلطشاصر وحنانيا شدرخ وميشائيل ميشخ وعزاريا عبد النغو. اما دانيال فحط في قلبه انه ما يتنجس باكل الملك الكويس ولا خمرة المشروب بتاعه، فطلب من رئيس المخزيين انه ما يتنجس، وإدى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس المخزيين. فقال رئيس المخزيين لدانيال: أنا أخاف من سيدي الملك اللي حدد الأكل بتاعكو والشرب بتاعكو، فليه يشوف وشوشكو هزيلة أكتر من الصبيان اللي من جيل بتاعكو، فتحكموا على رأسي عند الملك. فقال دانيال لرئيس السقايين اللي ولاه رئيس المخزيين على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا: جرب عبيدك 10 أيام فيدون البقول عشان ناكل ومية عشان نشرب، ويبصوا المناظرنا قدامك والمناظر الصبيان اللي ياكلوا من أكل الملك الكويس، بعدين اعمل في عبيدك زي ما تشوف. فاسمع لهم الكلام ده وجربهم 10 أيام، وفي آخر 10 أيام بانت مناظرهم أحسن ولحمهم أسمن من كل الصبيان اللي واكلين من الأكل الكويس بتاع الملك. فكان رئيس السقايين بيرفع الأكل الكويس بتاعهم وخمرة المشروب بتاعهم ويديهم بقول. أما الصبيان الأربعة دول فإداهم الله معرفة وعقل في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال بيفهم كويس في كل الرؤى والأحلام. وفي آخر الأيام اللي قال الملك إنهم يدخلوهم بعدها، جي بيهم رئيس المخزين لقدام نبوخذ نصر وكلمهم الملك، فمتلقاش بينهم كلهم زي دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، فوقفوا قدام الملك وفي كل موضوع حكمة فهم سألهم الملك عنه لقاهم 10 أضعاف فوق كل كهنة الفرس والسحرة اللي في كل المملكة بتاعته. وفضل دانيال لحد السنة الأولانية لكورش الملك. دانيال 2. وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر، حلم نبوخذ نصر أحلام، فانزعجت روحه وطار عنه النوم بتاعه، فأمر الملك بأنهم يستدعوا كهنة الفرس والسحرة والعرافين والكلدانيين عشان يبلغوا الملك بالأحلام بتاعته. فجم وقفوا قدام الملك، فقال لهم الملك: حلمت حلم وانزعجت روحي لأجل ما تعرف الحلم، فكلم الكلدانيين الملك بالأرامية: عيش يا ملك من غير نهاية، بلغ عبيدك بالحلم فنبين التفسير بتاعه. فقال الملك للكلدانيين: خرج مني كلام، لو ما كنتوش تبلغوني بالحلم وبالتفسير بتاعه تبقوا حتت حتت وتبقى بيتكم مزبلة، ولو بينتوا الحلم والتفسير بتاعه تاخدوا من عندي هدايا وإكراميات وإكرام عظيم. فبينولي الحلم والتفسير بتاعه، فجاوبوا تاني: يبلغ الملك العبيد بتوعه بالحلم فنبين التفسير بتاعه. قال الملك: أنا عارف ومتأكد إنكم تكسبوا وقت عشان شفتوا ان الكلام خرج مني، بانه لو ما بلغتونيش بالحلم فالحكم عليكم واحد، لانكم اتفقتوا على كلام كذب وبايظ عشان تتكلموا بيه قدامي لحد ما يعدي الوقت، فبلغوني بالحلم فاعرف انكم بتبينولي التفسير بتاعه. جاوب الكلدانيين قدام الملك: مفيش على الارض انسان يقدر انه يبين امر الملك، عشان كده مفيش ملك عظيم صاحب سلطان طلب حاجة زي كده من كاهن فارسي أو ساحر أو كلداني، والموضوع اللي بيطلبه الملك صعب ومفيش حد تاني يبينه قدام الملك غير الآلهة اللي سكنهم مش مع البشر. عشان كده غضب الملك واتغاظ جدا
وأمر بأنهم يبيدوا كل الحكمة بتوع بابل. فخرج الأمر وكان الحكمة بيتقتلوا، فطلبوا دانيال وأصحابه عشان يقتلوه. وقتها جاوب دانيال أريوخ رئيس شرطة الملك اللي خرج عشان يقتل الحكمة بتوع بابل بحكمة وعقل، ليه شد الأمر من عند الملك؟ وقتها بلغ أريوخ دانيال بالموضوع، فدخل دانيال وطلب من الملك أنه يديله وقت فيبين للملك التفسير. وقتها راح دانيال لبيته وعرف حنانيا وميشائيل وعزاريا أصحابه بالموضوع عشان يطلبوا المراحم من عند إله السماء من ناحية السر ده، عشان ما يضيعش دانيال وأصحابه مع كل الحكمة بتوع بابل. وقتها كشف سر دانيال في الرؤية بتاعت الليل، فبارك دانيال إله السماء. فقال دانيال: يكون اسم الله مبارك من غير بداية لمن غير نهاية، لأن لي الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوك وينصب ملوك، يدي الحكمة حكمة ويعلم العارفين فهم، هو يكشف الأعماق والأسرار، يعرف اللي في الظلمة وعنده يسكن النور. أحمدك يا الله إله أبهاتي وأسبح اللي اداني الحكمة والقوة، ودلوقتي عرفتني باللي طلبناه منك لأنك عرفتنا أمر الملك. فعشان كده دخل دانيال لأريوخ اللي عينه الملك عشان يبيد الحكمة بتوع بابل، وقال له: ما تبيدش الحكمة بتوع بابل، دخلني لقدام الملك فأبين للملك التفسير. وقتها دخل أريوخ بدانيال لقدام الملك بسرعة وقال له: لقيت راجل من ولاد أسر يهوذا اللي عرف الملك بالتفسير. فقال الملك لدانيال اللي اسمه بلتشصر: تقدر أنت أنك تعرفني بالحلم اللي أنا شفته وبالتفسير بتاعه؟ جاوب دانيال قدام الملك: السر اللي طلبه الملك ما يقدرش الحكمة ولا السحرة ولا كهنة الفرس ولا المنجمين إنهم يبينوا للملك، ولكن في إله في السماء بيكشف الأسرار. وعرف الملك نبوخذ نصر إيه اللي يبقى في الأيام الأخيرة. الحلم بتاعك ورؤية راسك على سريرك هو ده. أنت يا ملك أفكارك على سريرك طلعت، للي يبقى بعد كده واللي بيكشف الأسرار يعرفك باللي يبقى. أما أنا فما تكشفليش السر ده عشان حكمة فيي أكتر من كل اللي عايشين، ولكن عشان يعرف الملك بالتفسير وعشان تعرف أفكار قلبك. أنت يا ملك كنت ببص وفين وفي تمثال عظيم، التمثال العظيم ده المبهر جدا، وقف قصادك ومنظره هايل، راس التمثال ده من دهب كويس، صدره ودراعاته من فضة، بطنه وفخده من نحاس، رجليه من حديد، القدمين بتوعه شوية منهم من حديد وشوية من خزف. كنت ببص لحد ما اتقطع حجر من غير ايدين، فضرب التمثال على القدمين بتوعه اللي من حديد وخزف فهرسهم. فتهرس وقتها الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب مع بعض، وبقوا زي التبن الناعم بتاع الجردن في الصيف، فشلتهم الريح فما تلاقلهمش مكان. أما الحجر اللي ضرب التمثال فبقى جبل كبير وملى الأرض كلها، هو ده الحلم. فنبلغ بالتفسير بتاعه قدام الملك: أنت يا ملك ملك ملوك، لأن إله السماء ادالك مملكة وقدرة وسلطان وغنى، ومكان ما بيسكن ولاد البشر ووحوش الأرض وطيور السماء، زقها لإيدك وسلطك عليها كلها، فأنت الرز ده اللي من ذهب، وبعدك تقوم مملكة تانية أصغر منك ومملكة تالتة غيرها من نحاس، فتتسلط على كل الأرض وتبقى في مملكة رابعة جامدة زي الحديد، لأن الحديد يدق ويهرس كل حاجة، وزي الحديد اللي يكسر تهرس وتكسر كل دول. وبما أنك شفت الأدمين والصوابع شوية منهم من خزف وشوية من حديد، فالمملكة تبقى مقسومة ويبقى فيها قوة الحديد، من حيث انك شفت الحديد مخلوط بخزف الطين، وصوابع الرجلين شوية منها من حديد وشوية من خزف، فجزء من المملكة يبقى جامد وجزء هش. وبما انك شفت الحديد مخلوط بخزف الطين فهم يختلطوا بخلفة الناس، ولكن ما يلزقش ده زي ما ان الحديد
ما بيختلطش بالخزف. وفي أيام الملوك دول يقوم إله السماء مملكة ما تنقرضش أبدا، والملك بتاعها ما يتسبش لشعب تاني، وتهرس وتفني كل الممالك دي، وهي تثبت من غير نهاية، لأنك شفت إنه اتقطع حجر من جبل مش بإيدين، فهرس الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم عرف الملك اللي هيجي بعد كده، الحلم حق والتفسير بتاعه مؤكد. وقتها وقع نبوخذ نصر على وشه وركع لدانيال وأمر بأنهم يقدموا له تقدمة وروايح فرح. وقال الملك لدانيال: حقيقي إن الإله بتاعكم إله الآلهة ورب الملوك واللي بيكشف الأسرار، عشان قدرت إنك تكشف السر ده. وقتها عظم الملك دانيال واداله عطايا كتير عظيمة، وسلطه على كل ولاية بابل وخلاه رئيس الحكام على كل الحكم بتوع بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدنهو على أشغال ولاية بابل، أما دانيال فكان في بابل ملك. دانيال 3. نبوخذ نصر الملك عمل تمثال من ذهب طوله 60 دراع حوالي 30 متر وعرضه 6 دراعات حوالي 3 أمتار، ونصبه في منطقة دورة في ولاية بابل. بعدين بعت نبوخذ نصر الملك عشان يجمع الرؤساء والحكام والولاة والقضاة والخزنة وعلماء الدين والشريعة والقانون وكل الحكام بتوع الولايات عشان يجوا يكرسوا التمثال اللي نصبه نبوخذ نصر الملك. وقتها تجمع الرؤساء والحكام والولاة والقضاة والخزنة والعلماء بتوع الدين والشريعة والقانون وكل حكام الولايات عشان يكرسوا التمثال اللي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا قدام التمثال اللي نصبه نبوخذ نصر. ونادى منادي بشدة: اتأمرتوا يا شعوب ويا بلاد ويا لغات، لما تسمعوا صوت الأرض والناي والعود والرباب وآلة السنطير والمزمار وكل أنواع العزف، إنكم تقعوا وتركعوا لتمثال الذهب اللي نصبه نبوخذ نصر الملك، واللي ما يقعش ويركع ففي الساعة دي يترمي في وسط فرن نار مولعة. عشان كده وقت ما سمع كل الشعوب صوت الأرض والناي والعود والرباب وآلة السنطير وكل أنواع العزف، وقعت كل الشعوب والبلاد واللغات وركعوا لتمثال الذهب اللي نصبه نبوخذ نصر الملك. عشان كده طلع وقتها قدام رجالة الدنيين واشتكوا على اليهود وقالوا للملك نبوخذ نصر: يا ملك عيش من غير نهاية، انت يا ملك أصدرت أمر بأن كل إنسان يسمع صوت الأرض والناي والعود والرباب وآلة السنطير والمزمار وكل أنواع العزف يقع ويركع لتمثال الذهب، واللي ما يقعش ويركع يترمي في وسط فرن نار مولعة. في رجال يهود اللي وكلتهم على أعمال ولاية بابل شدرخ وميشخ وعبدنهو، الرجال دول ما خلوش ليك يا ملك اعتبار، ما بيعبدوش الآلهة بتاعتك وما بيسجدوش لتمثال الذهب اللي نصبته. وقتها أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بأنهم يجيبوا شدرخ وميشخ وعبدنهو، فجم بالرجالة دول قدام الملك. فسألهم نبوخذ نصر: عن قصدي يا شدرخ وميشخ وعبدنهو ما بتعبدوش الآلهة بتاعتي وما بتسجدوش لتمثال الذهب اللي نصبته؟ فدلوقتي لو كنتم مستعدين لما تسمعوا صوت الأرض والناي والعود والرباب وآلة السنطير والمزمار وكل أنواع العزف تقعوا وتركعوا للتمثال اللي عملته، ولو ما ركعتوش ففي الساعة دي تترموا في وسط فرن النار المولعة، ومين هو الإله اللي ينقذكم من إيدي؟ فجاوب شدرخ وميشخ وعبدنهو: يا نبوخذ نصر، ما يلزمناش إن إحنا نجاوبك عن الموضوع ده، أهو موجود إلهنا اللي بنعبده يقدر إنه ينجينا من فرن النار المولعة وإنه ينقذنا من إيدك يا ملك، وإلا فيبقى معلوم ليك يا ملك إننا ما بنعبدش الآلهة بتاعتك وما بنسجدش لتمثال الذهب اللي نصبته. وقتها اتملى نبوخذ نصر غيظ وتغير منظر وشه على شدرخ وميشخ وعبدنهو، وأمر بأنهم يحموا الفرن 7 أضعاف أكثر من اللي كانوا متعودين أنهم يحموا، وأمر جبابرة القوة في الجيش بتاعه بأنهم يكتفوا شدرخ وميشخ وعبدنهو
ويرمون في فرن النار المولعة. بعدين يكتف الرجالة دول في البناطيل بتاعتهم والقمصان بتاعتهم والهدوم بتاعتهم واللبس بتاعهم وترمى في وسط فرن النار المولعة. ومن حيث ان كلمة الملك كانت شديدة والفرن اتحمى قوي اتى لهيب النار الرجال اللي رفعوا شدرخ وميشخ وعبد نغو. والثلاثة الرجالة دول شدرخ وميشخ وعبد نغو وقعوا متكتفين في وسط فرن النار المولعة. وقتها اتحير نبوخذ نصر الملك وقام بسرعة وسأل المستشارين بتوعه مش رمينا ثلاث رجالة متكتفين في وسط النار؟ فجاوبوا صح يا ملك. فقال اهو انا شايف اربع رجالة مفكوكين بيتمشوا في وسط النار وما فيش فيهم ضرر ومنظر الرابع يشبه ابن الآلهة. بعدين قرب نبوخذ نصر لباب فرن النار المولعة ونادى يا شدرخ وميشخ وعبد نغو يا عبيد الله العالي اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبد نغو من وسط النار. فجمع الرؤساء والحكام والولاة والمستشارين بتوع الملك وشافوا الرجالة دول اللي ما كانتش للنار قوة على أجسامهم وشعر من رأسهم ما اتحرقتش والبناطيل بتاعتهم ما اتغيرتش وريحة النار ما جاتش عليهم. فقال نبوخذ نصر يتبارك إله شدرخ وميشخ وعبد نغو اللي بعت الملاك بتاعه وأنقذ العبيد بتوعه اللي اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك ووهبوا أجسامهم عشان ما يعبدوش أو يركعوا لإله غير إلههم. فمني صدر أمر بأن كل شعب وبلد ولغة يتكلموا وحش على إله شدرخ وميشخ وعبد نغو يبقوا حتت حتت وتبقى بيوتهم مزبلة لأن مفيش إله تاني يقدر إنه ينجي بالشكل ده. وقتها طلع الملك شدرخ وميشخ وعبد نغو قدام في ولاية بابل. دانيال 4 من نبوخذ نصر الملك لكل الشعوب والبلاد واللغات اللي ساكنين في الأرض كلها يكثر السلام بتاعكم. المعجزات والعجائب اللي عملها معايا الله العالي كان كويس عندي اني ابلغ بيها. المعجزات بتاعته قد ايه عظيمه والعجائب بتاعته قد ايه جامده. الملكوت بتاعه ملكوت ملوش نهايه والسلطان بتاعه من جيل لجيل. انا نبوخذ نصر كنت مطمن في بيتي ومتنعم في القصر بتاعي. شفت حلم فرعوني والافكار على سريري والرؤى بتاعت راسي فزعتني. فصدر مني امر باني اجيب كل الحكمة بتوع بابل قدامي عشان يعرفوني بتفسير الحلم. وقتها جه كهنة الفرس والسحرة والكلدانيين والمنجمين وحكيت الحلم عليهم فما عرفونيش بالتفسير بتاعه. اخيرا دخل قدامي دانيال اللي اسمه بلطشصر على اسم الاله بتاعي واللي فيه روح الاله القدوسين. فحكيت الحلم قدامه يا بلطشصر كبير العرافين من حيث اني اعرف ان فيك روح الالهة القدوسين وما يصعبش عليك سر. فبلغني برؤى الحلم بتاعي اللي شفته وبالتفسير بتاعه. فالرؤى بتاعت راسي على سريري هي اني كنت بشوف وفين وفي شجرة في وسط الارض وطولها عظيم. فكبرت الشجرة وجمجمت فوصل العلو بتاعها للسماء ومنظرها لاخر كل الارض. اوراقها جميلة والثمر بتاعها كتير وفيها اكل للكل. وتحتها قعد في الظل حيوان الارض وفي الاغصان بتاعتها سكنت طيور السماء واكل منها كل البشر. كنت بشوف الرؤى بتاعت راسي على سريري وفين وملاك مقدس نزل من السماء فصرخ بشده جذوا الشجره وقطعوا الاغصان بتاعتها وبعثروا اوراقها ونطوروا الثمار بتاعتها عشان يهرب الحيوان من تحتها والطيور من الاغصان بتاعتها. ولكن سيبوا قصر في دورها في الارض واربطوه في ايد من حديد ونحاس بعشب الغيط ويتبلل ندى السماء ويبقى نصيبه مع الحيوان في عشب الغيط. يتغير قلبه من انسان ويتعدي قلب حيوان وتعدي عليه سبع ازمنه. الامر ده بحكم الملائكه والحكم بكلمه القدوسين عشان يعرف اللي عايشين ان العالي بيتسلط في مملكه الناس فيديها للي يعوز وينصب عليها اقل الناس. الحلم ده شفته انا نبوخذ نصر الملك. اما انت يا بلطشصر
فبين التفسير بتاعه، لان كل الحكماء بتوع المملكة بتاعتي ما يقدروش يعرفوني بالتفسير. اما انت فتقدر، لان فيك روح الالهة الاديسين. وقتها تحير دانيال اللي اسمه بلتشصر ساعة واحدة، وفزعته الافكار بتاعته. فقال الملك يا بلتشصر ما يفزعكش الحلم ولا التفسير بتاعه. فجاوب بلتشصر يا سيدي الحلم اللي يكرهوك والتفسير بتاعه للي يعدوك. الشجرة اللي شفتها اللي كبرت وجمدت ووصل علوها للسماء ومنظرها لكل الأرض وأوراقها جميلة والثمر بتاعها كتير وفيها أكل للكل، وتحتها سكن حيوان الأرض وفي أغصانها سكن طيور السماء. هي أنت يا ملك اللي كبرت وتقويت وعظمتك زادت ووصلت للسماء وسلطانك لآخر الأرض. ومن حيث أن الملك شاف ملاك قدوس نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة وضيعوها، ولكن سيبوا أصل جذورها في الأرض بإيد من حديد ونحاس في عشب الغيط، ويبلد ندى السماء ويبقى نصيبه مع حيوان الأرض لحد ما تعدي عليه 7 أزمنة. فهو ده التفسير يا ملك، وهو حكم العالي اللي يجي على سيدي الملك. يطردوك من بين الناس ويبقى سكنك مع حيوان الأرض، ويأكلوك العشب زي التيران، ويبلوك بندى السماء فتعدي عليك 7 أزمنة لحد ما تعرف ان العالي بتسلط في مملكة الناس ويديها لليوز. ومن حيث انهم امروا بانهم يسيبوا اصل جذور الشجرة، فالمملكة بتاعتك تثبت ليك لما تعرف ان السماء متسلطة. عشان كده يا ملك تبقى الاستشارة بتاعتي مقبولة عندك، وفارق الخطايا بتاعتك بالصلاح، والذنوب بتاعتك بالرحمة للمساكين. يمكن يطول الاطمئنان بتاعك. كل ده جه على نبوخذ نصر الملك. عند نهاية 12 شهر كان بيتمشى على قصر مملكة بابل، فقال مش دي بابل العظيمة اللي بنتها البيت الملك بقوة قدرتي وعظمة مجدي؟ والكلمة لسه بوق الملك وقع صوت من السماء ليك بيقول يا نبوخذ نصر الملك ان الملك راح منك، ويطردوك من بين الناس ويبقى سكنك مع حيوان الارض، ويأكلوك العشب زي التيران، فتعدي عليك 7 أزمنة لحد ما تعرف ان العالي بتسلط في مملكة الناس وانه يديها لليوس. في الساعة دي تم الامر على نبوخذ نصر، فاضطرب من بين الناس وأكل العشب زي التيران، وتبلغ اسمه بندى السماء لحد ما طول شعره زي النسور وضوافره زي الطيور. ولما خلصت الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني للسماء، فرجع لي عقلي وبركت العالي وسبحت وحمدت العايش من غير نهاية، اللي سلطانه سلطان ملوش نهاية وملكوته من جيل لجيل، وحسبت كل سكان الأرض زي ولا حاجة، وهو يعمل زي ما يعوز في جنود السماء وسكان الأرض، وما فيش اللي يمنع إيده أو يقول له بتعمل إيه. في الوقت ده رجع لي عقلي ورجع لي غنى مملكتي والمجد بتاعي وعظمتي، وطلبني المستشارين بتوعي والعظمة بتوعي، وتثبتت على المملكة بتاعتي وزادت لي عظمة كتيرة. فدلوقتي أنا نبوخذ نصر بسبح وعظم واحد ملك السماء اللي كل أعماله حق والطرق بتاعته عدل، واللي يمشي بالتكبر فهو يقدر يذله. دانيال 5 بلتشصر الملك عمل وليمة عظيمة للعظمة طول القلب، وشرب خمرة قدام القلب، ولما كان بلتشصر بيدوق الخمرة أمر بأنهم يجيبوا الأواني الذهب والفضة اللي خرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الأورشليم عشان يشرب بيها الملك والعظمته ومراتاته ومراتاته السنويات. وقتها جابوا أواني الذهب اللي خرجت من هيكل بيت الله اللي في أورشليم، وشرب بيها الملك والعظمته ومراتاته ومراتاته السنويات. كانوا بيشربوا الخمرة ويسبحوا آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر،
في الساعة دي ظهرت صوابع إيد إنسان وكتبت صدد المصباح على كبير حيطة قصر الممالك، والملك يشوف طرف إيد اللي بتكتب. وقتها اتغير شكل الملك وفزعته الأفكار بتاعته وتحلت مفاصل وسطه وخخبطت ركبه دي. فصار الملك جامد عشان يدخلوا السحرة والكلدانيين والمنجمين. وقال الملك الحكمة بتوع بابل، أي راجل يقرأ الكتابة دي ويبين لي التفسير بتاعها يلبس العروان وعقد ذهب رقبته ويتسلط لليل المملكة. بعدين دخل كل الحكمة والملك، فما قدروش يقروا الكتابة ولا انهم يعرفوا الملك بالتفسير بتاعها. فتزع الملك بلشاطر جدا وتغير شكله فيه وتلخبط عظمته. اما الملكة فبسبب كلام الملك والعظمته دخل بيت الوليمة وقالت: يا ملك، عيش من غير نهاية، ما تزعجش الأفكار بتاعتك وما يغيرش شكلك. في المملكة بتاعتك راجل يروح الأله الإنسيين، وفي أيام أبوك اتلقى في نور وفهم وحكمة زي حكمة الأله. والملك نبوخذنصر أبوك خلاه كبير العارفين والسحرة والكلدانيين والمنجمين، من حيث ان روح زايدة ومعرفة وفهم وتفسير أحلام وتوضيح الألغاز وحل عقد، اتلقوا دانيال ده اللي سماه ملك بلشاصر. فيتندي دلوقتي دانيال فيبين التفسير. وقتها دخل دانيال قدام الملك فسأل الملك دانيال: انت هو دانيال من ولاد أريوزا اللي جابه هو الملك نيوزا؟ سمعت عنك ان فيك روح الألهة وان فيك نور وفهم وحكمة زايدة، ودلوقتي اتدخل قدامي الحكمة والسحرة عشان يقروا الكتابة دي ويعرفوني بالتفسير بتاعها. فما قدروش يبينوا تفسير الكلام، وانا سمعت عنك انك تقدر تفسر التفسير وتحل العقد. فلو قدرت دلوقتي انك تقرا الكتابة وتعرفني بالتفسير بتاعها تلبس العروان وعقد من ذهب رقبتك وتتسلط لليلة المملكة. تجاوب دانيال الملك وقال قدام الملك: تبقى الأندية بتاعتك ليك والمتقاب بتاعتك لحد تاني، لكن الكتابة أقراها للملك وأعرفه بالتفسير. أنت يا ملك، الله العالي إدى أبوك نبوخذنصر المملكة وعظم ومجد أباها، وعشان العظمة اللي إداها له كانت بتراقب وتدعى قدامه كل الشعوب والبلاد واللغات. فاليهود يقتله، واليهود يخليه يعيش، واليهود يرفعه، واليهود ينزله. فلما ترفع قلبه وقسي تروحه وتجبر، انحط من كرسي الملك بتاعه وشد من المجد بتاعه واضطرب من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان. وكان السكن بتاعه مع الحمير الوحشية، فأكلوه العشب زي الجيران، واتبنى جسمه في ندى سما لحد ما عرف ان الله العالي متسلط في مملكة الناس وان يقوم عليها اللي يعوزه. وانت يا بلشاصر ابنه ما حطيتش في قلبك ده، مع انك عرفت كل ده، لكن اتعظمت على رب السماء فجابوا قدامك اوان بيبي بتاعه. وانت والعظمة بتوعك ومرارتك ومرارتك السماويات شربت بيها الخمرة وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر اللي لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتعرف. اما الله اللي في ايده النسمة بتاعتك وعنده كل الطرق بتاعتك، فما اديتهوش مجد. وقتها بعت من عنده طرف الايد فكتبت الكتابة دي، وهي دي الكتابة اللي كتبت: منا تقل وفارسين. وده تفسير الكلام: منا عاد الله المملكة بتاعتك ونهاها، تخل اتوزنت بالموازين فتلاقيت ناقص، فارس اتقسمت المملكة بتاعتك وتعاطت لمادي وفارس. وقتها أمر بلشاصر إنهم يلبسوا دانيال العروان وعقد ذهب رقبته وينادوا عليه إنه يبقى مسلط في ثالث المملكة. في الليلة دي اتقتل بلشاصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داري سلم من ميتي وهو 62 سنة.
دانيال كتب كان كويس عند داريوس انه يولي على المملكة 120 رئيس يكونوا على المملكة كلها، وعلى دول ثلاث وزراء، واحد منهم دانيال عشان يأدي الرئيس ليهم الحساب فما تصيبش الملك خسارة. ففاق دانيال ده على الوزراء والرؤساء لان فيه روح زايدة، وفكر الملك انه يولي على المملكة كلها. بعدين كان الوزراء والرؤساء بيدوروا على سبب يلاقوه على دانيال من ناحية المملكة، فما قدروش انهم يلاقوا سبب ولا ذنب لانه كان امين وما تلاقيش فيه غلط ولا ذنب. فقال الرجاله دول ما لقيش على دانيال ده سبب الا لو نلاقيه من ناحية شريعة الهه. وقتها جمع دول الوزراء والرؤساء عند الملك وقالوا له يا ملك داريوس، عيش من غير نهاية كل الوزراء بتوع المملكة والحكام والرؤساء والمستشارين والولاة اتشوروا على انهم يحطوا امر ملك ويشددوا منه بان كل اللي يطلب طلبة لحد 30 يوم من اله او انسان الا منك يا ملك يترمي في حفرة الاسود. فثبت دلوقتي المنع يا ملك وامضي الكتابة عشان ما تتغيرش زي شريعة مادي وفارس اللي ما تبطلش. عشان كده مضى الملك داريوس الكتابة والمنع. فلما عرف دانيال بان الكتابة اتمضت راح لبيته والشباك بتاعه مفتوح في الأوضة العالية بتاعته ناحية أورشليم، فركع على ركبه ثلاث مرات في اليوم وصلى شكر قدام إلهه زي ما كان بيعمل قبل كده. فجمع وقتها الرجالة دول فلقوا دانيال بيطلب ويتضرع قدام إلهه، فطلعوا قدام واتكلموا قدام الملك عن المنع بتاع الملك. مش مضيت يا ملك منع بان كل انسان يطلب من اله او انسان لحد 30 يوم الا منك يا ملك يترمي في حفرة الاسود؟ فجاوب الملك الموضوع صح زي شريعة ميديو بيرس اللي ما تبطلش. وقتها قالوا للملك دانيال اللي من ولاد اسر يهوذا ما خلالكش يا ملك اعتبار ولا المنع اللي مضيته، لكن ثلاث مرات في اليوم بيطلب الطلبة بتاعته. فلما سمع الملك الكلام ده اتغاظ في نفسه جدا وخلى قلبه على دانيال عشان ينقذه، وحاول لحد غروب الشمس انه ينقذه. فجمع الرجاله دول للملك وقالوا اعرف يا ملك ان شريعه ميديو فارس هي ان كل منع او امر يحطه الملك ما يتغيرش. وقتها امر الملك فجابوا دانيال ورموه في حفره الاسود. وقال الملك لدانيال الهك اللي بتعبده دايما هو ينجيك، وجيب حجر وحطه على بق الحفرة وختم الملك بالختم بتاعه وختم العظمة بتوعه عشان ما يتغيرش الأرض بخصوص دانيال. وقتها راح الملك لأسره وبيت صايم وما جابش قدامه الزوجات الثانويات بتوعه وطار عنه نومه. بعدين قام الملك الصبح بدري وقت الفجر وراح بسرعة لحفرة الأسود. فلما قرب من الحفرة نادى على دانيال بصوت حزين، يا دانيال عبد الله الحي، يا ترى إلهك اللي بتعبده دايما قدر انه ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك يا ملك عيش من غير نهاية، إلهي بعت الملاك بتاعه وسد بق الأسود فما ضرتنيش لأني تلاقيه بريء قدامه وقدامك كمان يا ملك ما عملت الذنب. وقتها فرح الملك بيه وأمر بأنهم يطلعوا دانيال من الحفرة. فطلع دانيال من الحفرة وما تلقاش فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فجابوا الرجالة دول اللي اشتكوا على دانيال ورموهم في حفرة الأسود هم ولادهم وستاتهم. فهم لسه ما وصلوش لآخر الحفرة اتسلطت عليهم الأسود وهرست كل عظمهم. بعدين كتب الملك داريوس لكل الشعوب والبلاد واللغات اللي ساكنين في الأرض كلها يكثر السلام بتاعكم، من عندي صدر أمر بأنه في كل سلطان المملكة بتاعتي يترعبوا ويخافوا قدام إله دانيال لأنه هو الإله الحي اللي موجود بنفسه من غير نهاية، والمملكة بتاعته مش هتروح والسلطان بتاعه لحد النهاية. هو ينجي وينقذ ويعمل المعجزات والعجائب في السماء والأرض. هو اللي نجى دانيال من إيد الأسود، فنجح دانيال ده في ملك داريوس
وفي ملك كورش اللي من فارس. دانيال 7. في السنة الأولانية لبلشاصر ملك بابل شاف دانيال حلم والرؤى بتاعت راسه على سريره. وقتها كتب الحلم وبلغ خلاصة الكلام. قال دانيال: كنت بتفرج في الرؤية بتاعتي بالليل وفينه الأربع رياح بتوع السماء هجموا على البحر الكبير، وطلع من البحر أربع حيوانات عظيمة، ده غير ده، الأولاني زي الأسد وعنده جناحين بتوع نسر. وكنت ببص لحد ما اتنتفوا الجناحين بتوعه ووقف على الأرض وتوقف على رجلين زي إنسان وتعاطى قلب إنسان، وفين وحيوان غيره تاني يشبه الدب اترفع على جنب واحد وبقوا ثلاث أضلاع بين سنينه، فقالوا له قوم كل لحمة كتيرة. وبعد كده كنت بشوفه وفين واحد تاني زي النمر وعنده على ظهره أربع أجنحة طائر، وكان عند الحيوان أربع رؤوس وتعطى سلطان. بعد كده كنت بشوف رؤى الليل وفين حيوان رابع مرعب ومخيف وقوي جدا وعنده سنين من حديد كبيرة، أكل وهرس وداس الباقيين برجليه، وكان مختلف عن كل الحيوانات اللي قبله، وعنده عشر قرون. كنت بتأمل في القرون وفين وأرض تاني صغير طلع بينها وتشدوا ثلاثة من القرون الأولانية من قدامه، وفين وعنين زي عنين الإنسان في الأرض ده وبقى بيتكلم بحاجات عظيمة. كنت بشوف إنه اتحطت عروش وقعد لأيامه من زمان لبسه أبيض زي التلج وشعر راسه زي الصوف الطاهر وعرشه لهيب نار والعجلات بتاعته نار مولعة نهر نار جري وخرج من قدامه قلوب قلوب بتخدمه وعشرات قلوب عشرات قلوب واقفين قدامه. فقعد القضاء واتفتحت الكتب. كنت ببص وقتها عشان خاطر صوت الكلمات العظيمة اللي اتكلم بيها الأرض. كنت بشوف لحد ما اتقتل الحيوان وضاع جسمه وترمى الولعة النار، أما بقية الحيوانات فتشد منهم السلطان بتاعهم، ولكن اتعطوا طول الحياة لزمن ووقت. كنت بشوف في رؤى الليل وفين ومع سحاب السماء زي ابن إنسان جه وجه لأيامه من زمان، فقربوه قدامه فتعطى سلطانه ومجده وملكوت عشان تتعبد بيه كل الشعوب والبلاد واللغات. سلطانه سلطان ملوش نهاية اللي مش هيروح، والملكوت بتاعه ما ينقرضش. أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وفزعتني الرؤى بتاعت راسي، فقربت الواحد من الواقفين وطلبت منه الحقيقة في كل ده، فبلغني وعرفني تفسير الأمور. الحيوانات العظيمة دي اللي هي أربعة هي أربع ملوك يقوموا على الأرض، أما إديسين العالي فياخدوا المملكة ويملكوا المملكة من غير نهاية والزمن الأزمنة. وقتها حبيت أعرف الحقيقة بخصوص الحيوان الرابع اللي كان مختلف عنها كلها، مرعب قوي وسنانه من حديد وضوافره من نحاس وأكل وهرس وداس الباقيين برجليه، وعن القرون العشرة اللي في راسه، وعن التاني اللي طلع فوقع قدامه ثلاثة، والأرض ده عنده عنين وبقى بيتكلم بحاجات عظيمة ومنظره أجمل من أصحابه. وكنت بتفرج وفين والأرض ده بيحارب الإديسين فغلبهم، لحد ما جه لأيامه من زمان وإدى القضاء للإديسين بتوع العالي، وجه الوقت فملك الإديسين المملكة، فقال: أما الحيوان الرابع فتبقى مملكة رابعة على الأرض مختلفة عن كل الممالك، فتاكل الأرض كلها وتدوسها وتهرسها، والقرون العشرة من المملكة دي هي عشر ملوك يقوم ويقوم بعدهم حد تاني وهو مختلف عن الأولانيين، ويذل ثلاث ملوك ويتكلم بكلام ضد العالي ويعمل بلاوي للإنديسين بتوع العالي، ويفتكر أنه يغير الأوقات والشريعة ويتسلموا لإيده لزمان وأزمنة ونص زمان، فيقعد القضاء
ويشدوا منه السلطان بتاعه لك ما يفنوا يبيدوا لحد النهاية. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تتعطي الشعب الإيزين العالين ملكوته ملكوت ملوش نهاية، وكل السلاطين يعبدوا ويسمعوا كلامه. لحد هنا نهاية الموضوع. أما أنا دانيال فالأفكار بتاعتي فزعتني كتير وتغير شكلي فيا وحفظت على الموضوع في قلبي. دانيال 8 في السنة الثالثة من ملك بلتشصر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد اللي ظهرت لي في الأول. فشفت في الرؤيا وكان في الرؤيا بتاعتي وأنا في شوشن العاصمة اللي في ولاية إيلام. وشفت في الرؤيا وأنا عند نهر أولي فرفعت عيني وشفت وفين وفي كبش واقف عند النهر ولي أرضين والأرضين عليين وواحد أعلى من التاني والأعلى طالع في الآخر. شفت الكبش بينطح غرب وشمال وجنوب فما وقفش حيوان قدامه وما فيش اللي ينقذ من إيده وعمل زي معاس وتحصن. وفين وانا بتأمل وفين وتيس من الميز جي من ناحية الغرب على وش كل الأرض وملمس الأرض وعند التيس أرض معتبر بين عيني. وجيه للكبش صاحب الأرضين اللي شفته واقف عند النهر وجريله بشدة قوته وشفته وصل لجنب الكبش فولع عليه وضرب الكبش وكسر الأرضين بتوعه فما كانتش عند الكبش قوة انه يقف قصاده ورميه على الارض وداسه وما كانش عند الكبش اللي ينقذه من ايده. فتعظم تيس المعيس قوي ولما جمد اتكسر الارض العظيم وطلع بداله 4 قروه معتبرة ناحية رياح السماء الاربعة. ومن واحد منها خرج ارض صغير وتعظم قوي ناحية الجنوب وناحية الشرق وناحية فخر الاراضي وتعظم حتى لحد جنود السماء ورمى شوية منها من الجنود والنجوم للأرض ودسهم وحتى لحد رئيس الجنود اتعظم وبيه بطلت المحرقة الدايمة وهدم مسكن القدس بتاعه وخلى جنود على المحرقة الدايمة بالمعصية. فرمى الحق على الأرض وعمل ونجح. فسمعت قدوس واحد بيتكلم فقال قدوس واحد لفلان اللي بيتكلم لحد امتى الرؤية من ناحية المحرقة الدايمة ومعصية الخراب لجل ما تبعتي القدس والجند مدسين. فقال لي لألفين وتلتمية صبح ومساء فياخد القدس صلاح. وحصل لما شفت انا دانيال الرؤية وطلبت المعنى فين واللي يشبه انسان واقف قصادي. وسمعت صوت إنسان بين أولاي فنادى وقال يا جبرائيل فهم الراجل ده الرؤية. فجالي مكان ما وقفت ولما جه خفت وقعت على وشي. فقال لي افهم يا ابن آدم إن الرؤية لوقت النهاية. ولما كان بيتكلم معايا كنت نايم جامد على وشي للأرض فلمسني ووقفني مفروض وقال أديني بعرفك الحيبة في آخر الغضب الشديد لأنه عشان معاد النهاية. أما الكبش اللي شفته اللي له أرضين فهو ملوك مادي وفارس والتيس المشعر ملك اليوناني والأرض العظيم اللي بين عينيه هو الملك الأولاني. ولما انكسر وقام 4 بداله فعطوهم 4 ممالك من الشعب التاني ولكن مش في القوة بتاعته. وفي آخر المملكة بتاعتهم لما تكمل المعاصي يقوم ملك وشه جامد وبيفهم الحياه وتتعظم القوة بتاعته ولكن مش بقوته ويضيع معجزات وينجح ويعمل ويبني عظمة وشعب قديسين. وعلى الفهم بتاعه ينجح كمان المكر في ايده ويتعظم بقلبه وبطمأنينة يضيع قطار ويقوم على رئيس الرؤساء ومن غير ايد يتكسف. فرؤية المساء والصبح اللي اتقالت هي حق
أما أنت فاكتمل الرؤية لأنها الأيام كثيرة وأنا دانيال ضعفت وعيت أيام بعدين قمت وعملت أعمال الملك وكنت متحير من الرؤية ومش فاهم. دانيال 9 في السنة الأولانية لداريوس ابن أحشاويرش من خلفة أهل ميدي اللي ملك على مملكة الكلدانيين. في السنة الأولانية من الملك بتاعه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين اللي كانت عنها كلمة الرب لإرميا النبي عشان تكمل 70 سنة على خراب أورشليم، فخليت الشيء لله السيد وأنا بطلب بالصلاة والتضرعات بالصوم والخيش والرمات، وصليت للرب إلهي واعترفت وقلت يا رب الإله العظيم اللي يخاف منه اللي بيحافظ على العهد والرحمة للي بيحبوه واللي بيحافظوا على الوصايا بتاعته، غلطنا وأذنبنا وعملنا الشر وتمردنا لوحدنا على الوصايا بتاعتك وعلى أحكامك وما سمعناش من العبيد بتوعك الأنبياء اللي باسمك كلموا الملوك بتوعنا والرؤساء بتوعنا وأبهاتنا وكل شعب الأرض. ليك يا سيد الصلاح أما لينا فكسفة الوشوش زي ما هو النهاردة لرجالة يهوذا والسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيد في كل الأراضي اللي طردتهم ليها عشان خاطر خيانتهم اللي خانوهم بيها. يا سيد لينا كسفة الوشوش لملوكنا لرؤسائنا والأبهاتنا لأننا غلطنا ليك، للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه وما سمعناه صوت الرب إلهنا عشان نمشي في الشرايع بتاعته اللي خلاها قدامنا على إيد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل تعدى على الشريعة بتاعتك وحودوا عشان ما يسمعوا صوتك، فكبيت علينا اللعنة والحلفان المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا غلطنا ليه. وأول كلامه اللي اتكلم بيه علينا وعلى القضاء بتوعنا اللي أضلنا لأجل ما يجلب علينا شر عظيم اللي ما حصلش تحت السماء كلها زي ما حصل على أورشليم، زي ما كتب في شريعة موسى جه علينا كل الشر ده وما تضرعناش لوش الرب إلهنا لأجل ما نرجع عن الخطايا بتاعتنا ونعقل من خلال الحق بتاعك. فسهل الرب على الشر وجابه علينا لأن الرب إلهنا صالح في كل أعماله اللي عملها عشان ما سمعناه صوته. ودلوقتي يا سيد إلهنا اللي خرجت شعبك من أرض مصر بإيد جامدة وعملت لنفسك اسم زي ما هو اليوم ده، غلطنا عملنا شر، يا سيد حسب كل رحمتك اصرف غضبك الشديد وغضبك على مدينتك أورشليم جبل المكان المقدس بتاعك عشان بسبب الخطايا بتاعتنا وذنوب أبهاتنا بقت أورشليم وشعبك عار عند كل اللي حوالينا. فاسمع دلوقتي يا إلهنا الصلاة بتاعت عبدك والتضرعات بتاعته ونور بوشك على مكانك المقدس الخربان عشان خاطر السيد. ميل ودنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وبص خربنا والمدينة اللي تنادى اسمك عليها لأنه مش عشان خاطر الصلاح بتاعنا بنرمي التضرعات بتاعتنا قدام وشك، لكن عشان خاطر المراحم العظيمة بتاعتك. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اسمع كويس وعمل، ما تأخرش عشان خاطر نفسك يا إلهي لأن اسمك تنادى على المدينة بتاعتك وعلى شعبك. وفين وأنا بتكلم وبصلي وبعترف بالخطية بتاعتي وخطية شعب إسرائيل وبرمي التضرع بتاعي قدام الرب إلهي بخصوص جبل قدس إلهي وأنا لسه بتكلم بالصلاة، فين والراجل جبرائيل اللي شفته في الرؤية في الأول متجنح بجناحه بيلمسني عند وقت تقديم تلمسة وفهمني واتكلم معايا وقال يا دانيال أنا خرجت دلوقتي عشان أعرفك الفهم. في بداية تضرعاتك خرج الأمر وأنا جيت عشان أبلغك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوع اتحددت لشعبك وللمدينة المقدسة بتاعتك عشان تكميل المعصية وعشان تتميم الخطية وعشان تكفير الذنب وعشان يجاب الصلاح اللي ملوش نهاية وعشان ختم الرؤية والنبوة وعشان مسح قدوس القدسين. فاعرف وافهم إنه من وقت خروج الأمر عشان تجديد أورشليم وبنائها لحد المسيح القائد 7 أسابيع
و62 أسبوع يرجع ويبني فسحة وخندق وبضيق الأوقات. وبعد ال62 أسبوع يتقطع مسيح وملوش، والمدينة والقدس يضيعوا مع القائد اللي جاي، ونهايته بفيضان، ولحد نهاية حرب اتقررت خرايب، ويعظم عهد الأقطار أسبوع واحد، ونص الأسبوع يبطل ذبيحة وتقدمة، وعلى جناح الأبايح مخرب، ولحد ما كله يكمل ويتصب المقرر على المخرب. دانيال 10. في السنة الثالثة لكورش ملك فارس اتكشف موضوع لدانيال اللي اتسمى باسم بلتشاسر، والموضوع حق والجيش كبير، وبين الموضوع ووضح في الرؤية. في الأيام دي أنا دانيال كنت بنوح 3 أسابيع أيام، ما كلتش أكل لذيذ، وما دخلتش بقي لحمة ولا خمرة، وما اتدهنتش لحد ما خلصت 3 أسابيع أيام. وفي اليوم 24 من الشهر الأولاني، لما كنت على جنب النهر العظيم اللي هو دجلة، رفعت عيني وبصيت، فكان في راجل لابس كتان ووسطه متحزم بذهب وفارس، وجسمه زي الزبرجد، ووشه زي منظر البرق، وعينيه زي مصباحين نار، ودراعاته ورجليه زي عين نحاس متلمع، وصوت كلامه زي صوت جمهور. فشفت انا دانيال الرؤية لوحدي، والرجال اللي كانوا معايا ما شافوش الرؤية، لكن وقع عليهم رعب عظيم فهربوا عشان يستخبوا. ففضلت انا لوحدي وشفت الرؤية العظيمة دي، وما فضلتش فيا قوة، والنضارة بتاعتي اتحولت فيا الضياع، وما ملكتش قوة، وسمعت صوت كلامه. ولما سمعت صوت كلامه كنت نايم جامد على وشي، ووشي للأرض، وفين وإيد لمستني وقومتني، وأنا بترعش على ركبي وعلى كفوف إيدي، وقال لي يا دانيال يا راجل يا محبوب، افهم الكلام اللي بكلمك بيه، وقوم مفروض لأني دلوقتي بعت ليك. ولما اتكلم معايا بالكلام ده قمت مرعوب، فقال لي ما تخافش يا دانيال، لأنه من اليوم الأولاني اللي خليت قلبك فيه عشان الفهم، ولكن ما تذل نفسك قدام إلهك، اتسمع كلامك، وأنا جيت عشان خاطر كلامك. ورئيس مملكة فارس وقف قصادي 21 يوم، وأهو ميخائيل واحد من الرؤساء الأولانيين جه عشان يساعدني، وأنا خلوني هناك عند ملوك فارس، وجيت عشان أفهمك اللي يحصل لشعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤية لأيام لسه. فلما كلم معايا بزي الكلام ده خليت وشي للأرض وسكتت، وهو زي شبه بني آدم لمس شفايفي، ففتحت بقي واتكلمت وقلت اللي واقف قدامي، يا سيدي بالرؤية اتقلبت علي أوجاعي، فما ملكتش قوة، فإزاي يقدر عبد سيدي ده إنه يتكلم مع سيدي ده ومعايا؟ من دلوقتي ما تقفش فيا قوة، وما فضلتش فيا نسمة. فرجع ولمسني اللي له زي منظر إنسان وقويني، وقال ما تخافش يا راجل يا محبوب، سلام ليك، اجمد، اتقوى. ولما كلمني اتقويت وقلت يتكلم سيدي لأنك قويني، فقال عرفت جيت لك ليه، فدلوقتي أرجع وأحارب رئيس فارس، فلو خرجت أهو رئيس اليونانيين، لكن أبلغك باللي مرسوم في كتاب الحق، ومحدش يتشدد معي على دول إلا ميخائيل الرئيس بتاعكم. دانيال 11. وأنا في السنة الأولانية لداريوس الممادي وقفت عشان أجمده قوي، ودلوقتي أبلغك بالحق، أهم 3 ملوك كمان يقوموا فارس، والرابع يدغني غنى أكتر منهم كلهم، وعلى حسب قوته بالغنى بتاعه يهيج الكل على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلط عظيم، ويعمل زي ما يوز، وبقيامه تتكسر المملكة بتاعته وتتقسم لرياح السماء الأربعة، وما تبقاش للوراء ولا على حسب السلطان بتاعه اللي تسلط بيه، لأن المملكة بتاعته تنقرض وتبقى الناس تانية غير دول. ويتقوى ملك الجنوب
ومن رؤسه بتوعهم اللي يتقوى عليه ويتسلط. تسلط عظيم التسلط بتاعهم، وبعد سنين يتعهدوا، وبنت ملك الجنوب تيجي الملك الشمال عشان تعمل اتفاق، ولكن الدراع ما تضبطش قوة وما يقومش هو ولا الدراع بتاعه، وتتسلم هي واللي جم بيها واللي خلتها واللي قواها في الأوقات دي، ويقوم من فرع الأصول بتاعتها حد يقف مكانه ويجي لجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل فيهم ويتقوى ويصل لمصر الآلية بتاعتهم كمان مع المسبوكات بتاعتهم والأواني الغالية بتاعتهم من فضة وذهب، ويأثر سنين على ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب للمملكة بتاعته ويرجع لأرضه، وولاده يتخنوا فيجمعوا جمهور جيوش عظيمة، ويجي مجاي ويفيض ويعدي ويرجع ويتخانق لحد الحصن بتاعه، ويتغاظ ملك الجنوب ويخرج ويحارب ملك الشمال ويوقف جمهور كبير، فيفتي الجمهور في ايده، فيرفع الجمهور فيتعالى قلبه ويقع عشرات قلوب وما يجمنش، فيرجع ملك الشمال ويوقف جمهور كبير اكتر من الاول، ويجي بعد فترة بعد سنين بجيش عظيم وثروة كتيرة، وفي الاوقات دي يقوم كتار على ملك الجنوب، وولاد جبابرة من شعبك يقوموا لكن ما تثبت الرؤية ويكعبلوا، فيجي ملك الشمال ويقوم حاجز وياخد المدينة المتحصنة، فما يقومش قدامه الدراعين بتوع الجنوب ولا الناس بتوعه اللي تم اختيارهم، وما تبقاش عنده قوة عشان يقاوم، واللي جاي عليه يعمل زي ما هو عايز، وما فيش اللي يقف قصاده ويقف في الأرض المجيدة ويكمل ده بإيده، ويخلي وشه إنه يدخل بقوة كل المملكة بتاعته وناس دغري معاه ويشتغل وتتعطاله بنت الستات لكن ما يبوظها فما تثبتش ولا تبقى ليه، ويحود وشه للجزر وياخد كتار ويشير رئيس العار بتاعه لكن يرجع له عاره، ويحود وشه لحصون أرضه ويتكعبل ويقع وما يتلقاش، فيقوم مكانه اللي يعدي اللي بيسخر في فخر المملكة، وفي أيام قليلة يتكسر مش بغضب ولا بحرب، فيقف مكانه محتقر فما يخلوش عليه فخر المملكة، ويجي فجأة ويمسك المملكة بالخداع كتير، ودراعات الفيضان تفيض من قدامه وتتكسر، وكمان رئيس العهد ومن المعاهدة معاه يشتغل بالمكر، ويطلع ويتعظم بشعب تاني قليل، يدخل فجأة على أسمن البلاد ويعمل اللي ما عملهوش أبهاته ولا أبهات أبهاته، ينشر بينهم نهب وغنيمة وغنى، ويفكر أفكاره على الحصون، وده لحد وقت، ويقوم قوته قلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم، وملك الجنوب يتخانق في الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه ما يثبتش لأنهم يدبروا عليه تدابير، واللي بياكلوا أكله كويس يكسروه، وجيشه يفيض ويقع كتار مقتولين، والملكين دول قلبهم لعمل الشر ويتكلموا بالكذب على ترابيزة واحدة وما ينجحش لأن لسه في نهاية للمعاد، فيرجع لأرضه بغنى كبير وقلبه على العهد المقدس، فيشتغل ويرجع لأرضه، وفي المعاد يرجع ويدخل الجنوب، ولكن ما يبقى زي الأول وزي الأخير، فتيجي عليه سفن كتيم فيترعب ويرجع ويتغاظ على العهد المقدس ويشتغل ويرجع ويسمع كويس اللي سابه العهد المقدس، وتقوم منه دراعات وتنجس المكان المتقدس المتحصن، وتشد المحرقة الدايمة وتخلي النجاسة اللي تخرب، واللي بيتعدوا على العهد يغويهم بالنفاق، أما الشعب اللي يعرفوا إلههم فيجمدوا ويشتغلوا، واللي فاهمين من الشعب يعلموا ناس كتار ويتكعبلوا بالسيف وبالنهيب وبالأسر وبالنهب أيام، وفي الكعبلة بتاعتهم يتساعدوا مساعدة قليلة، وينضم ليهم ناس كتار بالخداع كتير، وشوية من الفاهمين يتكعبلوا امتحان ليهم عشان التطهير والتبييض لحد وقت النهاية، لأن لسه المعاد، ويعمل الملك زي ما هو عايز ويترفع
ويتعظم على كل إله ويتكلم بحاجات عجيبة على إله الآلهة وينجح في أنه يكمل الغضب لأن المحكوم بيحصل وما يهتمش بآلهة أبهاته ولا باللي بتمدحه الستات وما يهتمش بكل إله لأنه يتعظم على الكل ويكرم إله الحصون في مكانه وإله معرفوش أبهاته يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة وبحاجات غالية ويشتغل الحصون متحصنة مع إله غريب اللي يعرفه يزوده مجد ويسلطهم على كتار ويقسم الأرض أجرة وفي وقت النهاية يحاربوا ملك الجنوب فيصور عليه ملك الشمال بمركبة وبفرسان وبسفن كتيرة ويدخل في الأراضي ويفيض ويعدي ويدخل للأرض المجيدة فيتكعب الكتار ودول يفلتوا من إيده أدوم ومؤاب والرؤساء بتوع ولاد عمون ويمد إيده على الأراضي وأرض مصر ما تنجاش ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل الحاجات الغالية بتاعت مصر واللوبيين والكوشيين عند الخطوات بتاعته وتفزعوا أخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم عشان يخرب وعشان يفني كتار وينصب الخيام بتاعت قصره بين البحور وجبل مجد القدس ويوصل لآخرته ومفيش اللي يساعده. دانيال 12. وفي الوقت ده يقوم ميخائيل الرئيس العظيم اللي واقف على ولاد شعبك ويبقى وقت ضيق ما كانش من وقت ما كان في شعب تاني لحد الوقت ده وفي الوقت ده ينجى شعبك كل اللي يتلقى مكتوب في الكتاب وكتير من اللي راقدين في تراب الارض يصحوا دول للحياة اللي ملهاش نهاية ودول للعار للاحتقار اللي ملوش نهاية واللي فاهمين ينوروا زي نور السماء واللي رجعوا كتار للصلاح زي الكواكب لزمن الأزمنة. أما أنت يا دانيال فاخفي الكلام واختم الكتاب لوقت النهاية كتار يلفوا وتكتر المعرفة. وشفت أنا دانيال وفين واتنين تانين وقفوا واحد من هنا على شفة النهر والتاني من هناك على شفة النهر وقال للراجل اللي لابس الكتان اللي من فوق مية النهر لحد امتى تخلص المعجزات؟ فسمعت الراجل اللي لابس الكتان اللي من فوق مية النهر لما رفع ايده اليمين وايده الشمال ناحية السماء وحلب اللي عايش لمن غير نهاية انه لحد زمان زمانين ونص فلو اتفرقت ايدين الشعب المقدس تحصل دي كلها. وانا سمعت وما فهمتش فقلت يا سيدي ايه هي اخر دي؟ فقال روح يا دانيال لان الكلمات مخفية ومختومة لوقت النهاية كتار يتطهروا ويبيضوا ويتخلصوا من العيوب اما الاشرار فيعملوا شر وكل الاشرار ما يفهموش لكن الفاهمين يفهموا. ومن وقت شيل المحرقة الدايمة وحط اباحة اللي بيخرب 1290 يوم يا بخت اللي يستنى ويوصل 1335 يوم وانت روح للنهاية فتستريح وتقف للقرعة بتاعتك لنهاية الأيام.